سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. فوالا رجعت لكم اونيفيل فيديو. سمحوا لي البنات، مانيش مبان بزاف في اليوتيوب، مانيش نصور لكم دي فيديو. فوالا راني في فتره شويه مشغوله، شويه امارات هكذا، ان شاء الله اللي جاي احسن. فوالا كنتوا بزاف طلبتوا مني هذا الوصفه ولا هذا الحل للشعر المتساقط. فوالا البنات، انا جبت لكم حل اون فوا بور توت. يسمى هذا الوصفه اللي راح نعطيها لكم مليحه لتساقط الشعر، مليحه للحكه تاع الشعر، مليحه للقشره، ومام تساعد الشعر باش يولي كيفاش نقولوا الشعره تزيد تطوال وتولي تتغذى مليح. فوالا اول حاجه البنات نبداو بها، انك تمشطي شعرك اون بروس كي من هذه تسلكيها. فوالا تبريباري شعرك قبل الوصفه، يسمى لازم يكون ممشوط والشعر يتمشط على كيفاش نقولوا يكون ناشف قبل ما تغسليه، قبل ما تشمخيه بالماء، باسكو الشعره اذا قصتيها بالماء ومن بعد مشطتيها هكذا راح ديري لها كيفاش نقولوا تكون الجلده تاع الراس طاريه وتكون المسام مفتوح، تما كي تمشطي شعرك اكيد راح يطيح كامل. وهذه حاجه اللي الغلطه اللي نديروها كامل احنا البنات، نمشطوا شعرنا وهو مشمخ هكذا راح يطيح كامل. نو، احنا نمشطوه لازم تمشطي اون بروس كيما هذه تكون مليحه، ومن طون تمشطيه وهو ناشف. بعد ما تمشطي شعرك وتكوني سلكتيه بيان، فوالا تحكمي تشمخيه بالماء. وش ديري البنات عندك؟ فوالا جيبي اي شامبو راكي تغسلي بيه، اي شامبو اي نوع ما يهمش، ما نشرط عليك حتى شامبو، اي شامبو وخلاص. تحبي حتى ديري الوصفه هذه تستخدميها بفينوس ولا حاجه يعني موان شير، تكون شويه رخيصه هكذا باش ما كيفاش نقولوا باش باسكو هذه الوصفه راح تستعمليها كل اسبوع، يسمى ما تخسريش على جالها قرعه شامبوان كامله. فقط كما انا هذه شامبوان، قرعه تاع شامبوان تاع غليس اللي نغسل به دوكا، دي فوا نغسل بغليس دي فوا نغسل بدوف، درتها انا بهذا غليس. تحكمي قرعه شامبوان تكون فيها شويه، تجيبي هذا النوع من القطران. شوفوا البنات تولهوا معايا مليح، هذا القطران اسمه قطران شجرة الأرز، مكتوب فيه هنا البقنون. شوفوا البنات أنا نشري هذا تاع مخابر، تاع مؤسسة هاشم، ها هي البنات مؤسسة هاشم للأعشاب والزيوت الطبية. فوالا هذه الماركة البنات، أنا ما ماركات أخرين ما نضمن لكمش فيهم، لكن ركزوا لي على قطران شجرة الأرز لأنه كاين بزاف الأنواع من القطران ومش كامل صالحين للاستعمال. هذا القطران البنات أقراو تشوفوا إذا كان راهي تبان لكم هكذا، لكل مكونات ولا يعني الوش يستعمل يساعد على تكثيف الشعر وتنعيمه ويزيد طول الشعر. فوالا مفيد للشعر الضعيف، يقضي على الطفيليات، معالج فعال للثعلبة، فيه بزاف 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 فوائد للقشرة، للحكة الشعر، للحكة تاع الجلد. فوالا البنات هاني قلت لكم هذا النوع من القطران اللي تحب تدير كابتور ديكران، فوالا من هذا مؤسسة هاشم. فوالا تجيبي هذا القطران اللي هو صالح للاستعمال كيفاش نقولو، تقدري حتى ديريه وصفات الجسم تاعك وكلش. تحكمي قرعة تاع الشامبوان تحليها وديري فيها فقط، يعني تقطري كيما نقولوا هكذا القرعة تحليها، راكم تشوفوا القطران كيفاش هو يجي سائل. فوالا انت تكبي في المغطى تاعك وتقطري فقط قطرات هاك في الشامبوان تاعك، يعني تجبدي شوية قطران وتقطري في الشامبوان. انا ديجا كنت استعملتها من قبل كي عدت عندي زغبة برك، درت واحد الخمس قطرات فقط، خمسة والله مش بزاف، في قرعه ماشي قرعه كامله يعني تقريبا كان فيها حتى لهنا يعني ما فيهاش بزاف. قلت نجربو بيان سور. فوالا تحكمي هذاك الشامبوان اللي خلطتيه مع القطران، تخلطي بيان ترجيه بيان 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 حتى تحسي باللي تخلط مليح. من بعد قلنا تشمخي شعرك بعد ما تكوني مشطتيه قبل وهو ناشف، تشمخيه وديري له رغوه بشامبوان عادي، ومن بعد ديري الرغوه الثانيه بعد ما ينظف شعرك، تغسليه ديري له رغوه، تغسليه من هذوك الزيوت وتاع كيفاش نقولوا حنا يكون مدسم كامل اسبوع كامل وهكذاك، تنحي له ذوك الزيوت كامل وتنظفيه، ثم يستعمل على شعر نظيف. تستعملي هذا الشامبو، فوالا تستعملي هذا الشامبوان اللي كنتي خلطتيه مع القطران، ديري منه رغوه وتحكمي بالاطراف تاع الاصابع تاعك وتدلكي شعرك، تدلكي الجلدة تاع الشعر، تدلكيها هكذا بيان، تدلكي 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 حتى توصلي الرغوة الكامل
شعرك من الامام ولا من الخلف ولا كامل كامل، تحسي شعرك صحي ريسبيري وتحسي هذاك الرغوه دخلت في كامل شعرك، وتخليه لمده 5 دقائق، يسمى تخلي بهذاك الشامبو مخلط بالقطران بهذيك الرغوه تخليه واحد 5 دقائق يتشرب شويه هذوك لي برودوي، ومن بعد تشليه طول، ومن بعد تزيدي ديري له جره ولا زوج ولا ثلاثه كيما تحبي حتى تتخلصي من رائحه القطران، لانه البنات في هذه الوصفه القطران كيما على بالنا ريحته تقعد في الحوايج يعني تقعد في الشعر. تغسليه بيان وتشليه بزاف، راح تخسري عليه بزاف الماء، توت فاسون تشليه مليح وفوالا. شوفوا البنات هذه الوصفه هايله مليحه لتساقط الشعر، نحيت لي التساقط يعني بدا ينقص شعري، بدا ينقص تساقط الشعر، ونحيت لي القشره من شعري الحمد لله، وفي نفس الوقت نحس الجلدة تاع شعري فريش يعني نحسها حيوية، مانيش نحسها كيما كنت نحس انا الاول، نحس شعري تعبان ونحس ثاني حاجة البنات هذه الوصفة راهي تجفف الشعر، يعني الشعر للدهني مليحة، اما للشعر الجاف شوية يزيد ينشف، مي كيما على بالنا اي وصفة نعالجو بها جلدة تاع الشعر ولا جلد الشعر اكيد رايحة كيفاش نقولو رايحة تنشف لنا شعر، لانه المغزى من جلدة الشعر وقتاش تكون صحية كي تكون ناشفة يعني شوية يعني موين، ماشي ناشفة من الزيوت وماشي ناشفة طول، يسمى تكون درجة الزيوت فيها متوسطة. فوالا هذه الوصفة البنات قلنا شوية تنشف الشعر، تقدري تستعملي اي زيت ولا سيروم بعد ما تستعمليها. ثاني حاجة لو ماركيتها البنات انه كي ندير شعري سيشوار يحكم لا فورم، كاني درتو كيراتين، ما على باليش اسكو القطران ياثر على الشعر ولا غير على الجلده تاع الشعر، انا على الجلده تاع الشعر لقيت نتيجه هايله، ومام على شعري انا شعري جاف هكذاك، وكي درت له بروشينغ يعني درت له سيشوار حسيتو ليس ويحكم لا فورم، يسمى يقعد هكذا ليس ما يتكسرش، ما تكسرش الشعر تاعو، وتحكم البروشينغ لاطول مده ممكنه. هذو هما البنات الحوايج اللي لاحظتهم. توت فاسون البنات ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، فيديو خفيفه ظريفه فوالا، فيديو خفيفة ظريفة ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بها. ما تنسوش البنات اشتركوا في القناة واضغطوا على زر الجرس وديروا لي لايك لا فيديو، وما تنسوش خليوا لي تعليقاتكم هذوك الملاح اللي طلعوا.